يرفعه دائما راية التوازن والاعتدال والمحبة والسلام بيننا وبين بعضنا. انتم اكرمتوا مصر وشرفتوا مصر وعزيتوا مصر، اي مصري موجود في مصر ولا حتى خارج مصر ارفع راسك. يا رب يحميكم كل احنا عانينا ليه؟ انت كويسه؟ الحمد لله. لكل الشعب المصري كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام وكل الاعتزاز.